استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية هذا اليوم العميدة ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي الذي قدم لجلالته الملازم عبد الله السيد عطية من قوى دفاع البحرين بمناسبة تخرجه من كلية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة وحصوله على مرتبة التفوق في الأكاديمية على دفعته، وكذلك تحقيقه إنجازا غير مسبوق باعتباره الضابط الوحيد الذي حصل على 3 جوائز تفوق في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها، وهي جائزة سيف الشرف، جائزة التفوق العسكري والأكاديمي، وجائزة التفوق الرياضي. وقد هنأه جلالة الملك المفدى على تخرجه من هذه الكلية العريقة وعلى هذا الإنجاز التاريخي المشرف الذي حققه لوطنه بفضل حرصه وكفاءته وتفوقه في هذه الدورة العسكرية. وأعرب جلالته عن بالغ فخره واعتزازه بأبناء مملكة البحرين وحرصهم الدائم على التفوق في التحصيل العلمي الأكاديمي والعسكري وبما يتميزون به دائما من روح الإصرار والعزيمة والسعي لتحقيق الإنجازات لرفع راية الوطن في شتى الميادين والمحافل. ونوه جلالته بعراقة أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة وما تقدمه من برامج ومناهج رائدة في مختلف العلوم العسكرية، مشيدا بالمستوى المتقدم للعلاقات البحرينية البريطانية في ظل الحرص المتبادل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. وقد تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله بمنح الملازم عبد الله السيد عطية وسام الكفاءة تقديرا لجهوده وما حققه من نتائج مشرفة، متمنيا له كل التوفيق ومواصلة النجاح والتفوق في حياته العملية والعلمية لخدمة وطنه ومجتمعه.